الفطار اللي يفتح النفس. امال فطار عرايس؟ ايوه عرايس. عبد العال ايه ده؟ ايه يا راجل اللي بتعمله ده؟ ايه ايه هتهد الباب يا راجل؟ معلش عشان الناس يا راجل. مش كده القوه اللي جت عليك مره واحده كده يا اخويا؟ بشويش بشويش بشويش. اه حاضر. اللي بتهببه ده بخبط عليهم عشان ما يسمعوش. هو اسمع المكتب ما تقول هي طلباتها هي اللي تبيها نفذها لها، وهو يقول هيتحن علي. مكتب ما تقول له الكلام ترددها علي يقول هيتحن، تحن علي وايد حنونه، كلها تبي، كلها تطلب، كلها تامر. تملل هو الزوج مكتب ما تقول له سميها الحنونه تحن علي، يعني قول لها انت حنونه. اذا ما طلبت منه شيء بعد ما لما طلب الزوجة من تطلب؟ لازم تطلب الزوج، هو اللي يوفر لها كل شيء بدون سالفة. هو بس بنتي حكيتي شيء مثلا قال طحن، مع انه يعني ساعات احنا يعني نقول شيء مهم نبي نعالج موضوع مثلا موضوع اليهال ولا شيء يقول بدت الحنة. يعني هذه المرة مسكينة الشبيرة تبي عندنا طلبات ريول يسمع كلامها، هي لو هو بس مصدد عنها مو معطاها يعني حقها تساوي المرة مسكينة تتعب تساوي تكررها مرة مرتين ثلاثة تبي الريول يفهم ومش تساوي تحن عليه. يعني هي المرة هي تبي والريول ما يقدر ينفذ لها كل طلبات اللي تبيها، فهو يعني يسكت عنها عشان ما يعطي طلبات. تفهمها يقعد الزوج ويا زوجة ويتفاهمون مع بعض، يقول لها انا با يعني ما عندي طلبات بس صبري علي شوي لان الله يعني يفرجها لي وانا اللي تبينه بسوي لك. بدون هو يحقرها ويسكت عنها هي ما تدري شو السبب، يعني تقول ما معطيني واي مسفه لي يعني ما معطيني واي حقرني، بس هي ما تدري بالسبب باللي عنده. هو هما يقولون عن كل شيء حنه، لان متى ما اعطيتيهم المسؤوليه عشان يتشردون يقولون انت تحنين. هاي المختصر يعني. المرأة لها حق وريال لها حق. المرأة ما نقولتهم من حقها، من حقها تطلب الزوج، والمرأة ما لها إلا زوجها يوفر لها كل طلباته بس وقت المناسب. تبي تقعد معه وقت المناسب يعني تشوف الريال يعني مرتاح يعني وعنده مزاج حق التفاهم بعضهم بعض، مزاج إذا ارتاح ويا من البيت وارتاح وشوف المرأة بعد ما يحتوي مريحتها ما عطتها الوهي بابتسامات، لا عطتها الوهي بعد ما يحتوي الريال يرتاح، لكن ديت الوهي مكنشر عليه ما عطتها ما عطتها وهي عادل. خبط بالعقل. ايه اللي هتعمله ده؟ هخبط بالعقل. بقولك ايه اعمل اللي تعمله سيبني هشوف شغلي. فلقتني كل ده عشان حته التخبيطه يا خرابي. هذا قلت الزوج مثلا احنا يوي تعبوا من الدوامه من الشغل، المره ما سيده بيدي شو بتكلمه تامر علي بطلب وتخلي الزوج يرتاح تغدى يستهون يسوي من الشغل تعبون يريح، بعدين تقعد مره ويا الزوجه تفهم معه تكون الرجال مرتاح يعني فاتح قلبه لها. لكن اذا بدش من العمل قوي وهي بتوقي بطلبات بمل ما يقدر تحمل طلبات وقت اول يوم الشغل وتعبون بيريح يبي ياخذ نفس ما يقدر يبي يطلع المراه عن طلباته ما تخلص كلها تبي ما بعد كل شيء تبي المراه. في مره تعذر الزوج في مره ما تعذره يقول لازم تنفذي هالطلب اللي ابي. المفروض يعرف المرأة ليش تحن، يعني ما حنت إلا في شيء مضايقها في الموضوع. أنت بعد تسمينا حنة؟ لا أنا حق نفسي ما بسمي حنة، بس إنه أنا يعني أبي أعالج الموضوع يعني بروحي مو قادرة مثلا بسوي كنترول على اليهال، فبقول له يعني تدخل شوي تشوف عيالك وكذي بس بدأوا الحنة. يعني المفروض هو بعد يعني كأبو يشوف الحنة اللي صايرة في البيت يعني. الحل بعد الريال اللي طلبت منه الزوجة وفر لها طلبات عشان ما تحن عليه. إذا ما وفر لها طلبات بعد المترة تكررها مرتين مرة مرتين ثلاث لازم تبي اللي تبي عنده طلبات تبيها.